السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن المسألة رقم 1 في assignment 6. بيقول لي consider the signal x of t shown، الرسمة اللي مديها لي قدامي دي. المطلوب رقم 1 بيقول لي assume that x of t is sampled at interval t بيساوي 1 to generate x of n plot ال x of ال n. يعني بيقول لي ال t بتاعتنا بتساوي 1 أو ال t sampling بتساوي 1، عايز مني يرسم ال x of ال n. طبعا زي ما احنا عارفين، لو عندنا سيجنال كونتينوس زي كده او انالوج وعايزين نحولها للسيجنال الديسكريت مباشره، فانا بستخدم العلاقه اللي قدامي دي، اني بعوض عن كل اكس اوف تي، بعوض في الاكس اوف تي عن كل تي بيساوي ان تي اس تي اس اللي هي السامبلنج تايم بتاعنا. طبعا عندنا هنا هو بيساوي 1، فمباشره ممكن على طول اروح اشيل مين؟ اشيل التي من المحور دوت واعوض مكانها بان تي اس تي اس بتساوي 1، يعني اعوض على المحور بتاعي بان. بس خد بالك ان احنا هنا عايزين السيجنال الديسكريت، واحنا عندنا المحور دوت كونتينوس، فمعنى ذلك هروح اخد سامبل كل ان بتساوي رقم انتجر، يعني عند الان بصيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه وهو كذلك. فممكن نرسم كده رسمه ثانيه مباشره، فانا هروح اخد سامبل عند الواحد. هنا لما تروح تاخد سامبل هتلاقي ان هي قيمتها بواحد، وعند الصفر قيمتها بواحد، وعند السالب واحد قيمتها بواحد، الاثنين والثلاثه والاربعه قيمتهم باصفار، الخمسه والسته والسبعه هتلاقي قيمتهم بوحايد، وهو كذلك هتلاقي الرسمه مكمله معاك. يبقى احنا كده بنجيب الاكس اوف ال ان. نفس الكلام بقى، هتلاقي ايه؟ 3 اصفار 3 وحايد 3 اصفار، وهو كذلك ماشيه برده معاك ناحيه الايه؟ السالب ما لا نهايه. يبقى شغاله معاك يمين وشمال، وطبعا كل دول قيمت كل واحده فيهم قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد، لان احنا خدنا السامبلينج بتاعنا. المطلوب رقم بي بيقول لي suppose that x of n is input to system described by y of n بتساوي نص x of n زائد x of n minus 1. بيقول لي افرض ان ال x of n دي هي الدخل للسيستم اللي قدامي دوت. طبعا السيستم اللي قدامي دوت لو جيت تعوض فيه، سواء عملت جدول او سواء عوضت قيمه، لو مثلا قلت لي عايز ال y of 0، فبقول لك هي عباره عن نص x of 0 زائد x of minus 1. عايز اجيب ال y of 3 مثلا، يبقى عايز x اوف 3 زائد x اوف 2 وتقسم الكلام ده على 2. معنى ذلك ان انا عشان اجيب الواي عند اي نقطه بروح اجيب الاكس عند نفس النقطه والاكس اللي قبلها واجمعهم واقسمهم على الاثنين. فبرضه انت يا اما هنا تعمل جدول او تعمل تعوض بنقطه نقطه وتروح تعمل الكلام دوت، او انك لان المساله دي سهله فممكن نعملها مباشره على طول. فادي المحور بتاعي اهو. فمثلا لو انا عايز اجيب النقطه اللي عند السالب 6 دي، فادي دوت احنا بنجيب هنا الواي اوف ان. فعشان اجيب النقطه بتاعت سالب 6 هروح اعوض عن الان بسالب 6، فلان انا بجمع الاكس اوف ماينس 6 مع الاكس اوف ماينس 7، يعني 1 زائد 1 على الاثنين تديني الواحد. يبقى اكس اوف ماينس 6 تديني 1. عند الماينس 5 نفس الكلام، هجمع الماينس 5 مع الماينس 6 هتديني 1. 1 زائد 1 على الاثنين يديني 1. بعدين عند النقطه اللي هي ماينس 4 يبقى 0 زائد 1 يديني 1 على الاثنين يديني نص. هتلاحظ بقى التركيبه بتاعتك ماشيه ازاي. 0 0 نص 1 1 0 0 0 نص 1 1 نص، وهو كذلك مكمله معاك يمين وشمال. يبقى دوت محور، لان احنا كده جبنا رسمنا الواي اوف ان مباشره. المطلوب رقم سي بيقول لي فايند الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم الاكس اوف الاف بتاعت الاكس اوف التي. فطبعا عشان اجيب الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم لازم الاول اعبر عن الاكس اوف الـ t، فانا عايز اعبر عن الـ x of الـ t كمعادله. فلو انت بصيت هنا هتلاقي ان الـ x of t حاجه بتتكرر كل ست، كل t بيساوي 6، يعني بتتكرر كل t بيساوي 6. وليكن دي مثلا هنا السيجنال دي هنمسكها كده ونرمي واحده كمان هنا عند ال 6، وبعدين واحده كمان عند ال 12، وبعدين واحده عند ال 18، وهو كذلك والناحيه الثانيه برضو عند السالب 6 والسالب 12، وبتتكرر كل قد ايه؟ بتتكرر كل 6. فهنقول ان هي عباره عن رب للسته للسيجنال اللي بتتكرر كل تي بيساوي 6. مين هي بقى السيجنال اللي بتتكرر كل تي بيساوي 6؟ لو جيت بصيت لها كده هتلاقي ان هي عباره عن ريكت ومتسنتره عند الصفر، يعني ريكت تي على الاي، حيث ان الاي هي ايه؟ العرض بتاع السيجنال. العرض بتاع السيجنال قد ايه؟ لو جيت بصيت لها كده هتلاقي ان هي ما بين الواحد وما بين الاثنين، يعني عند الواحد ونص، يبقى واحد ونص الناحيه دي، واحد ونص الناحيه دي، يعني كلها 3، يبقى هي ريكت تي على 3. عشان اجيب الاكس اوف اف للحاجه بتاعت الريكت امسكها واحده واحده. اول حاجه انا عارف ان الريكت من البيرز ريكت التي
لو عايز اجيب لها الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم هتوديني لسينك الاف، وعارف برضو من قانون السكيلينج ان الريكت تي على 3 بتوديني الى 3 سينك 3 اف، وعارف من قانون اللي بيقول لي لو معايا ريب اي مكان، لو قلنا مثلا ان هي ريب تي زيرو لاي مكان السيجنال مثلا اسمها جي اوف تي، فانا عارف ان الكلام ده كان بيوديني الواحد على تي زيرو في مين، في كوم واحد على تي زيرو لمين، للجي اوف الاف. انا اوريدي جبت التحويله بتاعت اللي جوه ده اللي هو الريكت تي على 3 معايا اهي، اللي هي مثلا سميها هنا جي اوف الاف، يبقى كل الناقص عندي ان الريب 6 للحاجه اللي جوه دي عباره عن التحويله بتاعتها، يبقى الاكس اوف الاف هتساوي 1 على تي 0، تي 0 عندي هنا في 6 المؤثر بتاعي، يبقى 1 على 6 كوم 1 على 6 في مين؟ في الجي اوف اف اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي 3 سينك 3 اف. طبعا ممكن اطلع الثلاثه دي بره وممكن افك مؤثر الكومب كمان، فهلاقي ان المعادله النهائيه بتاعتي ان الاكس اوف الاف هتساوي 1 على 2، 1 على 2 في مين؟ لما اجي افك مؤثر الكومب يبقى الثلاثه دي خلاص راحت الناحيه دي، تمام؟ لما اجي افك مؤثر الكومب، مؤثر الكومب عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال مضروبه في شويه دلتات، عباره عن السيجنال ادي السينك 3 اف مضروبه في شويه دلتات من اول الكي بيساوي سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، ادي الدلتا بتاعتي العداد بتاعي اللي هو احنا شغالين هنا في محور الاف، يبقى اف ماينس العداد بتاعي ادي الكي على المؤثر او في المؤثر، في 1 على 6 يبقى كي على 6، يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الاكس اوف الاف. ممكن بقى ادخل السينك دي جوه وبدل زي ما كنا بنعمل، بس هي نكتفي بيها لحد الجزء دوت. المطلوب رقم دي بيقول لي using a relationship between a continuous time Fourier transform and discrete time Fourier transform in your answer in part C اللي احنا طلعناه هنا دوت. find the discrete time Fourier transform x e اس جي اوميجا للاكس اوف ان. عايز الديسكريت تايم فورير ترانسفورم بتاع الاكس اوف ان اللي هو طالب مني يعني الاكس اي اس جي اوميجا او الاكس اوف الاوميجا. طبعا زي ما احنا كنا عارفين ان الاكس اوف اوميجا عشان اجيبه مش بجيبه مباشره من الاكس اوف اف، ولكن لازم اروح اجيب حاجه اسمها الاكس سامبلد سيجنال او الاكس اس اوف الاف، لاني عارف ان القانون بيقول لي اكس دي اوف اوميجا او الاكس اوف اوميجا بيساوي اكس اس اوف الاف، وهعوض عن كل اف بالعلاقه اللي احنا قلنا عليها ان انا كنت عارف ان الاف على الاف اس بيساوي اوميجا على ال 2 باي، فهعوض عن كل اف باوميجا على 2 باي في اف اس. فالخطوه رقم واحد عشان احل حاجه زي كده ان انا هكتب القانون بتاعي دوت. قال لك تاني خطوه ان انا اروح اجيب الاكس اس اوف الاف، انا معايا الاكس اوف اف وعايز اجيب منها الاكس اس اوف الاف. انا عارف من الاول طالما اكس اس يبقى الاكس اس اوف التي بيساوي كومب تي اس للاكس اوف تي. الاكس اس اوف تي هي السامبلد سيجنال. يعني ايه السامبلد سيجنال؟ يعني بعمل كومب في التايم دومين. طيب الكلام دوت في الفريكوانسي دومين هيساوي ايه؟ اقول له والله طالما عندي ان انا شغال ايديال سامبلنج، اذا الاكس اس اوف تي بيساوي الكومب تي اس للاكس اوف تي. من هنا اقدر اعرف على طول الاكس اس اوف الاف هتساوي كام؟ الاكس اس اوف الاف مجرد ان انا عايز احول دي باستخدام الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم، انا عارف ان الكومب بتوديني لواحد على تي اس ريب واحد على تي اس لمين؟ للاكس اوف الاف. انا اوريدي معايا الاكس اوف اف اهي تحت، يبقى انا مجرد عايز اطبق العلاقه دي عشان اطلع الاكس اس اوف اف. بعد ما اطلع الاكس اس اوف الاف اروح اعوض عن كل اف باوميجا على 2 باي في اف اس. خد بالك بس من حاجه هنا، ولما انا بكتب هنا ريب 1 على تي اس في الاكس اوف الاف، فانا بقصد هنا ريب، انا مين هنا المحور بتاعي؟ محور الاف، يبقى بقصد ان ريب كل ما اف تساوي 1 على التي اس، وانا عارف دايما ان الاكس اس بتتكرر كل 1 على تي اس اللي هي كل اف اس، تمام؟ تمام. طب تعالى نجيب الاكس اس اوف الاف هتساوي، احنا قلنا هنا ان التي اس كانت بتساوي 1، التي اس كانت بتساوي 1 والاف اس كانت بتساوي 1 من اول مساله لما قال لي ان التي اس كانت بتساوي 1، يبقى انا هنا عرفت ان دي عباره عن 1 على 1. طيب ريب لما اف بتساوي 1 على تي اس اللي هي بتساوي اف اس مباشره في الاكس اوف اف، هحط بقى الايه القانون بتاعي دوت.
طيب الخطوة اللي بعد كده، لو عايز ان انا اجيب ال اكس دي اوف اوميجا او اللي هي الاكس اوف الاوميجا، محتاج اشيل كل اف واعوض مكانها باوميجا على 2 باي في اف اس. محتاج اشيل كل اف واعوض مكانها باوميجا على 2 باي في اف اس. اف اس هتطير مع الاف اس، يبقى الاوميجا هتساوي 2 باي، يبقى انا شغال على ريب اوميجا بتساوي ال 2 باي. واحنا عارفين ان الاكس اوف اوميجا اصلا بتتكرر على ال 2 باي، اتفقنا ان الاكس اوف اس بتتكرر كل اف اس، ولكن الاكس اوف اوميجا بتتكرر كل 2 باي. النص ده ممكن اطلعه بره اللي هو النص اللي هنا ده، تمام. بعدين هنا سينك، سينك المين 3، شيل كل اف وحط مكانها اوميجا على 2 باي في الاف اس. ما تنساش ان الاف اس بتاعتي كانت بتساوي 1، التي اس بتساوي الواحد، يعني الاف اس هي كمان بتساوي الواحد، يبقى التي اس بتساوي 1، وهنا الاف اس هتساوي هي كمان 1، يبقى دي 3 في اوميجا على ال 2 باي في سمشن كي بيساوي سالب ما لا نهايه لما لا نهايه لمين؟ للدلتا اوف، شيل كل اف وحط مكانها اوميجا على 2 باي في اف اس، الاف اس بواحد دوت ناقص كي على الستة. فانا هنا ممكن ابسطها واقول ان هي الدلتا اوميجا على ال 2 باي ناقص الكي على 6، اجهزها واقول ان هي دلتا اوف اوميجا ماينس 2 باي كي على الستة على ال 2 باي، يعني من الاخر كاني بضرب في كي دي كي على 6 كانها هي بسط لوحدها وضربتها في 2 باي. هنا دلوقتي بقى من حقي ان انا اسحب الايه ال 2 باي دوت عامل مشترك بره، وبالتالي لما اخد ال 2 باي بره عامل مشترك، لما اخد الاي من الدلتا عامل مشترك تطلع لي بره واحد على معيار الاي، يعني انا ساحب من جوه واحد على 2 باي، هيطلع لي بره ان هو واحد على 2 باي اللي هو 2 باي، فيطلع عندي ان الاكس اوف اوميجا بيساوي باي ريب 2 باي سينك 3 اوميجا على ال 2 باي سمشن كي بيساوي من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه للدلتا اوف الاوميجا ماينس باي على 3 في الكي دوت، طبعا بعد ما سحبنا الواحد على 2 باي من جوه عامل مشترك، فطلع بره عندي ان هو 2 باي. ممكن برضو ابص لدي بطريقه اكثر اختصارا، ان انا اقول ان والله ده خد بالك ده كله الريب دوت على ده كله كده من جوه، فممكن ابص لدي من جوه تاني ان هي عباره عن ايه، سيجنال ومضروبه في شويه دلتات، يبقى ما هي الا كومبي، يبقى دي بتساوي باي ريب 2 باي في مين؟ في الكومب. الكومب دي بتحصل كل قد ايه؟ احنا قلنا دايما بتحصل في دوت العداد الكي، يبقى دوت هو المؤثر بتاعي، يبقى ديت باي على 3، يبقى دي كومب باي على 3. المين هي السيجنال بتاعتي؟ السيجنال بتاعتي اللي هي السينك 3 اوميجا على ال 2 باي. يبقى انا كده خلصت المسألة وجبت الاكس اوف الاوميجا المطلوبة مني. المطلوب رقم اي بيقول لي assume that السيجنال اكس اوف ان اللي هي اكس اوف ان الاصليه اللي احنا كنا جبناها دي، تمام، is input to LTI system with frequency response shown below, find the output z of ln. بيقول لي افرض ان الاكس اوف ان دي دخلت لسيستم، والسيستم الفريكوانسي ريسبونس بتاعه اللي هو الاتش او الفلتر دوت، الاتش اوف الاوميجا الفلتر بتاع الفلتر بالمنظر دوت في الاوميجا دومين عامل بالمنظر دوت، بيقول لي دي بعد ما تدخل على السيستم هتطلع من عندي زد اوف ال ان. قدامي طريقتين عشان اطلع الزد اوف ان، اول حاجه ان انا اشتغل في التايم دومين واقول لك الزد اوف ان بتساوي الاكس اوف ال ان كونفوليوشن مع الاتش اوف ال ان، ومن هنا اصلا مش معايا اتش اوف ان، ده انا اروح اجيب لسه الاتش اوف ان بتاعت الايه الاتش اوف الاوميجا دي، طبعا ده طريق مسدود عشان موضوع الكونفوليوشن وفي التايم دومين كمان. فالحل التاني ان انا اعمل ايه، اشتغل في الفريكونسي دومين، فهقول ان الزد اوف اوميجا بيساوي اكس اوف اوميجا مضروبه في الاتش اوف الاوميجا، ولكن انا عندي الاتش اوف اوميجا موجوده عندي سهله، والاكس اوف اوميجا واحد هيقول لي ما موجوده من المطلوب اللي فات اهي قدامي بالمنظر دوت، فاقول لك استنى انا دايما بشتغل موضوع الفلترنج دوت في باستخدام الرسم، فالمشكله بتاعت الجزء دوت ان انا مش هعرف ارسم الجزء اللي قدامي ده. ليه مش هعرف ارسمه؟ لان ده بيقول لي انا باي ريب 2 باي كومب باي على 3، سيبك من الكومب والريب دول ممكن يتقلبوا، يعني ده الفكره كلها ان هو ريب 2 باي للسينك، يعني سينك ومتكرره كل 2 باي، يعني في سينك مثلا هنا كده وفي سينك عند ال 2 باي كده واحده تانيه، لو جبنا قلم تاني عشان الموضوع يوضح، وفي سينك عند ال 2 سالب 2 باي كده
وعندي الاربعه باي في واحده كمان، وعندي وفي ناس كتير. فلو جيت قلت لك ماشي، انا بعد ما اعمل ده كله محتاج اقعد اجمع الناس دي كلها مع بعض، تمام؟ وبعد ما اجمعهم هعمل كومب كمان، كل باي على ثلاثه، يعني كل باي على ثلاثه اروح اخد دلتا على حسب القيمه اللي انا مجمعها، اخد كل باي على ثلاثه اجمع ايه؟ اجمع دلتا. فهتلاقي الموضوع صعب انك ترسمه، ممكن القيمه دي بالذات تطلع عندك بسهوله، بس بقى القيمه هيطلع صعب انك ايه؟ تعرف ترسمه، فانت ما تدخلش اصلا في الطريق دوت من الاول. طب والحل هعمل ايه؟ قال لك الحل ان انا اروح اجيب الاكس اوف الاوميجا من اول وجديد، كاني مش حليت الايه المطلوب اللي قبل كده. ازاي يعني؟ هو انا لو بصيت على الاكس اوف ان دي من الاول هنا، هي الاكس اوف ان دي مش ممكن اعبر عنها بحاجه معينه؟ قال لك اه والله انا شايف ان هي حاجه بتتكرر كده في التايم. يعني لو قلنا مثلا هنا اكس اوف الان، ممكن اعبر عنها اقول والله حاجه بتتكرر، حاجه بتتكرر يعني ريد، بتتكرر كل قد ايه؟ بتتكرر كل سته، بتتكرر كل سته. مين هو بقى اللي بتكرره؟ السيجنال المتسنتره هنا اللي بتروح تتكرر عندي مين هي؟ قال لك والله ده دول عباره عن 3 دلتات، دلتا عند السالب واحد، ودلتا عند الصفر، ودلتا عند الواحد. الدلتا اللي عند الصفر كلنا عارفينها، اللي اسمها دلتا اوف الان، والدلتا اللي عند السالب واحد يعني لما يساوي اللي جوه بالصفر يديني ان بيساوي سالب واحد، ان بيساوي سالب واحد يعني ان زائد واحد بيساوي صفر، يبقى دي دلتا اوف ان زائد واحد. واخر واحده اكيد هي دلتا اوف ان ناقص واحد. تمام، انا عارف والله تحويلة الحاجات اللي جوه دي ممكن احولها مباشرة، بس هو الريب ستة او الريب حاجة في الديسكريت احنا اول مرة نشوفها. قال لك هي نفس القانون، فلو بصينا في الديسكريت برضو هنلاقي ان هو ايه نفس القانون، بس كل الفرق موضوع الايه الاتنين باي اللي بتنضرب فيها. فهتلاقي ان الريب دي لاي سيجنال جي اوف ان، الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم بتاعها اللي هو 2 باي على التي نود في الكومب، 2 باي على التي نود في الجي اوف الاوميجا. فلو جبت عرفت احول الجي اوف ان الجي اوف اوميجا الاول، كل اللي انا هعمله ان انا ايه هضرب بره في 2 باي على التي نود، وفي مؤثر بتاعي اللي هو الكومب 2 باي على التي نود. طبعا هنا عندنا التي نود بتاعتنا اللي هي ب6، فاقدر اقول لك على طول ان الاكس اوف الاوميجا هتساوي 2 باي على 6 في كومب 2 باي على 6 في التحويله بتاعت الناس اللي جوه دول. طيب تعالى نفتكر مع بعض، تحويله الدلتا اوف الان كانت بتوديني لمين؟ كانت بتوديني لواحد، دلتا اوف ان في التايم بتوديك لواحد في الاوميجا دومين. طب وتحويله الدلتا اوف ان زائد واحد، اه هي هتوديك لواحد بس معمول لها هنا شيفت في التايم باشاره موجبه، هتروح هناك شيفت في الاكسبوننشال يبقى اي اس بلس جي اوميجا. نفس الكلام دلتا اوف ان ماينس واحد هتبقى زائد واحد في اي اس ماينس جي اوميجا. الشيفت بيحصل بنفس الايه الاشاره اللي في التايم بتحصل بنفس الايه الاشاره. لو جينا بصينا كده من جوه هنلاقي اي اس جي اوميجا زائد اي اس ماينس جي اوميجا، فممكن نجمع الاثنين دول مع بعض ان هم يطلعوا كام. انا عارف ان الاي اس جي اوميجا زائد الاي اس ماينس جي اوميجا محتاجين يتقسموا على 2، يعني لو جبنا الواحد ده في جنب كده محتاج ده مع ده يتقسموا على 2 عشان يدوني كوزاين. طب ما انا عشان مش ينفع اقسم على 2، خلاص هضرب دي في 2 واضرب دي في 2 واخد الاثنين عامل مشترك، فالناتج النهائي هيساوي ان الاكس اوف الاوميجا هيساوي 2 باي على 6 اللي هي باي على 3 في كوم 2 باي على 6 اللي هي باي على 3 في مين؟ الواحد ده في حاله زائد 2 كوزاين الاوميجا. وهو دوت الحل النهائي. لو انت ملاحظ لو رسمت دي باستخدام ماتلاب ورسمت دي باستخدام مثلا تقريبيا، يعني ان احنا قلنا ما بنعملش ربات كتير، انت مثلا تاخد 10 قي 10 الناحيه دي و10 الناحيه دي وترسمهم بالتقريب، هتلاقي ان الرسمتين تقريبا زي بعض. الميزه اللي هنا ايه؟ الميزه اللي هنا ان انا اقدر اقول لك انا عايز الاكس اوف باي على 3. هنا ما اعرفش اجيب الاكس اوف باي على 3 عشان مثلا اقعد اجمع، ما اعرفش، ان انا هنا اقدر اقول لك الاكس اوف باي على 3 هتساوي كام، وهنطلعها دلوقتي هتساوي كام. يبقى لو اختصرنا الكومب او فكينا الكومب، احنا عارفين ان الكومب بتاع اي حاجه هي عباره عن نفس الحاجه مضروبه فيه سمشن لشويه دلتات، وممكن ادخل السيجنال بتاعتي جوه مضروبه فيه سمشن شويه دلتات، احنا شغالين على الاوميجا، يبقى دلتا اوف اوميجا ماينس ها المؤثر بتاعي اللي هو باي على 3 في العداد بتاعي اللي هو الكي. والميزه الاولانيه ان انا ممكن ارسم دي بسهوله، الميزه الثانيه ان انا اقدر اعوض واطلع القيم بسهوله بتاعتي بتساوي كام. فمثلا لو انا عايز الايه الاكس اوف الباي على 3، خلاص يا عم روح عوض انت هنا، شوف لما تفك دي هتديك شويه دلتات كتير كتير كتير، في دلتا منهم عند الاوميجا ماينس باي على التلاته، فالاوميجا الاوميجا ماينس باي على التلاته يعني الكي ساعتها كانت بتساوي واحد، عشان ده يفضل
الاوميجا ماينس كي ماينس باي على 3. فلما الكي بتساوي 1 خلاص، وانا اصلا عارف ان اي سيجنال مضروبه فيه الدلتا، من حقي استبدل ان المتغير اللي جوه ده بما يساويه المتغير هنا، يعني يساوي المتغير ده اصلا. يعني كان ممكن اشيل الاوميجا اللي هنا واحط باي على 3 في الكي. انت بتقول لي الكي بتساوي 1، خلاص يا عم، يبقى في النهايه هيطلع عندي باي على 3 في 1 زائد 2 كوزاين باي على 3. كل الناس دي مضروبه في الدلتا اوف اوميجا ماينس باي على 3. الكلام ده لو في حاله ان احنا بقول لك مثلا هات الاكس اوف باي على 3 بتساوي كام، فانت هتروح تعوض عن الناس دي كلها، هتطلع معاك بالآلة الحاسبة 2 باي على 3. فكل الناس دي هتطلع معاك ب 2 باي على 3 في الدلتا اوف اوميجا ماينس الباي على 3. انا ده كله كنت بعمل ايه عشان ما تسرحش معايا او ما تنساش، احنا كنا عايزين نجيب الزد اوف الاوميجا اللي هي كانت بتساوي اتش اوف الاوميجا مضروبة في الاكس اوف الاوميجا. الاتش اوف اوميجا كانت معطاه بالمنظر دوت، والاكس اوف اوميجا خلاص هقدر ارسمها، وبالتالي ارسم دي وارسم دي مع بعض واضربهم هما الاثنين في الرسم، وشوف الناتج بتاعك هيطلع هو الزد اوف اوميجا. بعد ما تطلع الزد اوف اوميجا هقدر اجيب منه الزد اوف ان مباشره. فاول خطوه عندنا ان احنا عايزين نرسم الاكس اوف الاوميجا. اتفقنا قبل كده لو عايزين نرسم الكم بنرسم الاثنين دول مع بعض كده كانفلوب، وبعدين اروح اخد دلتات كل ايه كل المؤثر اللي موجود عندي اللي هو الباي على 3. طب الخطوه الاولانيه عشان ارسم اصلا حاجه زي 1 زائد 2 اوميجا 2 كوزاين الاوميجا، الاول هي الكوزاين الاوميجا دي بتتكرر كل قد ايه؟ قال لك عشان اعرف الكوزاين الاوميجا بتتكرر كل قد ايه بناخد الحاجه اللي مضروبه في المتغير، يعني هنا كوزاين 1 اوميجا، فهنساوي الواحد دوت بكام؟ ب 2 باي على التي نود، ومن هنا هعرف ان التي نود بتساوي 2 باي، يعني الكوزاين اوميجا بتتكرر كل 2 باي. فلو جيت ارسمها كده رسمه كروكي هتطلع معايا الكوزاين بادئه من فوق اهي، تعمل دوره كامله كل 2 باي. طب دي كده الكوزاين اوميجا، انا مش عايز كوزاين اوميجا، انا عايز 2 كوزاين اوميجا. خلاص يا عم، بدل ما هي من واحد لسالب واحد تبقى من سالب 2 لحد الاثنين. طب انا مش عاوز 2 كوزاين اوميجا، انا عايز 1 زائد الكلام ده، فخلاص اجمع واحد على الناس دي كلها، يبقى دي من اول سالب واحد لحد التلاتة. طب انا مش عايز 1 زائد 2 اوميجا، انا عايز باي على 3 في الكلام ده. خلاص يا عم، اضرب المحور كله بتاعك اللي هنا دوت في باي على 3، لما اضرب دي في باي على 3 هيديني الباقي بتاعي باي، ولما اضرب السالب 1 في باي على 3 هيديني سالب باي على 3. طبعا ما عادش دوت المحور بتاعنا، المحور هتلاقيه نزل شويه لتحت، وليكن مثلا عامل كده، نرسم بلون تاني، دي كده شغاله لحد الاتنين باي، ودي كده شغاله لحد السالب 2 باي. طب دي الخطوه الاولانيه عشان نرسم الكومب، كنا بنقول نرسم اللي بره دي كانفلوب، يبقى انا محتاج اقطع السيجنال بتاعتي دي، ادي قطعنا السيجنال بتاعتنا، وناخد سامبل كل قد ايه؟ كل باي على 3. تعالى ناخد سامبل كل باي على 3، يبقى انا هاخد سامبل هنا وهاخد سامبل عند الباي على 3 طبعا عشان مش تنسى، دي كده كلها كانت 2 باي، يبقى لحد هنا كانت باي، يبقى لحد هنا كانت باي على 2، يبقى الباي على 3 اكيد قبل الايه؟ قبل الجزء بتاع الباي على 2، واحنا لسه معوضين اصلا بالباي على 3، كانت بتديني 2 باي على 3 في الدلتا، يعني هي دلتايه اهي بس واصله اخرها لحد ال 2 باي على 3، والناحيه الثانيه برضو في واحده واصله لحد ال 2 باي على 3، وهو كذلك. هروح اعوض واشوف بتساوي كام، يعني هروح اعوض في الباي على 3 1 زائد 2 كوزاين الاوميجا، وكل مره انا دوت على محور الاوميجا دومين، فاروح اعوض واجيب، فلما تعوض بالقيمه بتاعت 2 باي على 3 هتلاقي ان القيمه عندك طالعه في النهايه بصفر، وهو كذلك هتاخد سامبل هنا وبعدين تاخد سامبل هنا وبعدين تكمل معاك بالمنظر اللي انت شايفه. انا كل اللي يفرق معايا دايما في الفلترز عموما او في الاوميجا دومين اني ارسم من السالب باي للباي، ارسم الحاجه من سالب باي للباي، لان اي حاجه بعد كده بتتكرر كل 2 باي، فلو رسمته من سالب باي لباي هيجي يتنقل معايا هنا وبعدين هيتنقل معايا وبعدين يتنقل معايا. ما تنساش دايما ان محور الاوميجا دومين التكرار بتاعه بيتم كل 2 باي. حتى يا باشمهندس الاتش اوف الاوميجا اللي هو مديها لي، حتى الاتش اوف اوميجا اللي هو مديها لي اللي هو ما قالش ان هي بتتكرر، هي لازم تكون بتتكرر كل 2 باي. فالخطوه اللي بعد كده ان انا همسك الاتش اوف اوميجا دي، هتلاقي ان هي عباره عن حاجه شبه الريكت كده، فلما تنضرب في الجزء اللي هنا، انا برضو بدرس الجزء اللي بين سالب باي و2 باي، يعني في اصلا ركتايه هنا وفي ركتايه عند ال2 باي زي دي كده،
فريك ده يعني دي اصلا كانت عامله كده، يعني الاتش اوف اوميجا اللي هم اداها لي دي كانت عامله كده. اي اتش اوف اوميجا لازم تكون بتتكرر كل 2 باي، يبقى لازم تكون عامله بالمنظر ده، وهو كذلك شغاله معاك يمين وشمال، شغاله معاك يمين وشمال. بس انا دايما بهتم بدراسه الجزء اللي من ايه، اللي من سالب باي لحده الباي. لما امسك الاتش اوف اوميجا دي واضربها في الجزء دوت، فهرسم الاتش اوف الاوميجا بالمنظر دوت كده، وطبعا هي بتتكرر كل 2 باي، مش يهمني، هتلاقي بقى ان هي شغاله معاك عماله تتكرر، وكل السيجنالز دول هم كمان بيتكرروا. الفكره كلها لما دي تنضرب هنا هتطير لي الترم اللي هو موجود هنا، وهتطير لي الجزء اللي موجود هنا، مش هيفضل عندي الا، وكده كده دول اصلا كانوا طايرين، مش هيفضل عندي الا الثلاث دلتات دول، وبيتكرروا كل قد ايه؟ كل 2 باي. يبقى بعد حاصل الضرب ده ما يتم، هيفضل عندي الثلاث دلتات دول، يبقى احنا كده قدرنا نجيب الزد اوف الاوميجا. حد بقى يعرف يمليني الزد اوف الاوميجا هتساوي كام؟ الزد اوف الاوميجا هتساوي اول حاجه يا باشمهندس، احنا في الاوميجا دومين، يبقى بتكرر كل 2 باي. انت بتقول لي يا باشمهندس هم 3 دلتات، لا ده هم 3 دلتات في الجزء ده، وفي 3 كمان هنا، وفي 3 كمان هنا، وفي كل 2 باي في 3 دلتات، فانا بتكرر كل قد ايه؟ كل 2 باي، يبقى انا عندي ريب 2 باي جاهزه معايا. مين هم بقى الثلاث دلتات؟ انا عندي والله واحده عند الصفر بس قيمتها بباي، يبقى باي دلتا اوف الاوميجا زائد في 2 شبه بعض كده، كل واحده قيمتهم ب 2 باي على 3، يبقى 2 باي على 3 في دلتا اوف، افتح بقى قوس كده، في دلتا اوف الاوميجا ماينس الباي على 3 اللي هي موجوده هنا، زائد الدلتا اوف الاوميجا زائد باي على 3. تعالى نعيد كتابه الجزء دوت مره تانية. فممكن نقول هنا نوزع الرب دي على الناس اللي جوه، فاقدر اقول لك ان دي عباره عن باي في رب 2 باي للدلتا اوف الاوميجا، دي اول واحده، زائد 2 على 3 في باي ريب 2 باي للدلتتين اللي موجودين جوه دول هنا اهو. وبالتالي تعالى نسترجع تاني كده، هو مين اللي كان بيوديني للباي ريب 2 باي للدلتا اوف اوميجا؟ انا دلوقتي معايا زد اوف اوميجا بس عايز اجيب الزد اوف الان. مين اللي كان بيوديني؟ انا مش كنت عارف حاجه بتوديني، كان كنت عارف حاجه بتوديني ل 2 باي ريب 2 باي، انت ضربت في 2 لا ما ينفعش، يبقى لازم اضرب في نص، هو كمان يبقى 2 على 2. اللي كان بيوديني ال 2 باي ريب 2 باي للدلتا اوف اوميجا اللي هي مين؟ اللي هي الواحد، الواحد في التايم دومين كان بيوديني ليه ال 2 باي ريب 2 باي دلتا اوف اوميجا، ده الواحد، يبقى دوت نص هنا معايا، نص في واحد يديني نص. طيب ومين اللي كان بيوديني ال 2 على 3؟ سيبك من 2 على 3، باي ريب 2 باي لدلتتين مجموعين اكيد ديت هي الكوزاين، يبقى الجزء ده كان عباره عن 2 على 3 كوزاين، يبقى ده زائد 2 على 3 في كوزاين مين؟ كوزاين مين بقى؟ اوميجا ماينس باي على 3، يبقى الاوميجا نود عندي هي بكام؟ بباي على 3، يبقى دي باي على 3 في، احنا في محور الان اوعى تنسى، يبقى دوت في الان. يبقى انا كده خلاص طلعت الايه؟ الزد اوف الان، والمساله انتهت. وكده المساله انتهت يا باشمهندس، ان احنا عرفنا نطلع الزد اوف الان بالمنظر اللي قدامك ده. بس لو انت مع نفسك كده عرفت ترسم المساله خلاص خلصت، الحته اللي جايه دي اضافيه. لو عرفت ترسم الزد اوف ان هتلاقيها طالعه معاك بالمنظر دوت، لان فيها جزء من الكوزاين ومتشفته شويه لفوق، فهتلاقي ان هي طالعه معاك بالمنظر دوت. خد بالك انا كان عندي الدخل بتاعي اكس اوف ان كانت عباره عن 3 وحيد 3 اصفار 3 وحيد 3 اصفار، دخلت على فلتر، دخلت على فلتر طلعت منه بالمنظر اللي قدامك دوت.